أعلنت المسؤولة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بسمة الميمان ارتفاع معدل السياحة الأثرية الوافدة إلى مصر والأردن مؤخراً، ما ساهم في تعزيز التعافي السياحي في منطقة الشرق الأوسط. كما أوضحت المسؤولة أن منطقة الشرق الأوسط تواصل قيادة مستوى التعافي السياحي بين أقاليم العالم بعد جائحة كورونا، مرجحة أن تستمر وتيرة النمو في عام 2024. حيث أشارت المسؤولة إلى أن المنطقة شهدت في عام 2023 أقوى أداء بين الأقاليم العالمية مع تسجيلها نمواً بنسبة 122%.